واش لا فامي بيس الدراري كيف ديما المهم خوتي الفيديو هذا غادي تشوفوا فيها الطبيعه وتشوفوا البقر وتشوفوا النعاج وتشوفوا المهم خوتي غادي تحولوا من المدينه اللي كيسكن في المدينه غادي يجي يعيش معايا دابا في العربيه وبيس لكم الدراري احسن حاجه درت في حياتي في 2021 هي جيت للعروبيه الدراري وحق الله بعدت على بزاف ديال الحوايج وشي حيت هابي جو مزيان فين بوكوس ديالي هابي الله الا هو اللي خرجني دابا شحال هادي ما خرجتوش شي 15 يوم الدراري ما خرجتوش من الدار دابا غادي نخرجوه ها هو بوكوس بوكوس فين بوكوس بوكوس يلا 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 علي هوب 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 الله 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 ناري الدراري هاد البلاصه هادي فيها الحفاره جاب الله ما تهرس ليا الكلب الدراري وا هابي اجي اجي شوف وا حفظنا الله الدراري كان يتهرس ليا الدراري ديال المقنين راه كتبتبت هنايا موجوده اكثريه اللي هي في كيشوك كاين بزاف كل شيء يلا مشو هاتي هاد الغابة الدراري باش وصلت لها ب 66 كشيفة تخبى على الشمس الدراري راهو الكليب تا هو باش مضربوش لينا السخانة وبيس ليكم دابا نمشيو نشدو الطريق للبحر عاوتاني وسط الأبغال أنا وعشيري هاهويا النجارة كاينة هنايا الدراري كيشعلو بها العافية بالليل ماعرفتش كيديرو بها الدراري راه ضروري ما تتلاقى مع بحال هادو في الطريق ديما فين ما تكون غادي تتلاقى معاهم ديما دير راسك هربتي هرب 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 شيهم اهرب ليهم ما يديروا والو كيبقاو عاو 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 بقى لنا والو الدراري ونوصلوا للبحر شي 3 دقائق 4 دقائق تكونوا في البحر اخوتي خويتي تحرتاحوا شويه راه عينا فهمتيني شربوا شي قهوه الدراري او الكليب جو راه كيرتاح اول بحر نهبطوا ليه دابا مالك مع المشة مالك مع المشة عاوتاني مالك مع المشة ديجي طريق ايه ستوب ايه شي البساله يلا اجي
يلا سالت نتعلمناش نضربو مع المشاش. احنا الدراري الجو الجميل ديو الكليب يعوم شويه في البحر شحال هذه معام. ايه وصلتي حتى لهنايا في الفيديو عشيري، وقيلا غنحبسو باش نحطو ليكم بارتي 2 وبيس ليكم الدراري، وتسناو الجزء الثاني ديال هذا الفيديو هذا وبيس الخوت باش ما نطولوش بزاف. من الادغال الاحباب شنو غنباتو في هاد الغابات الدراري، ها يلاه معاك نهار نجيبو الطاجين والغابة نمشيو ونعيشو هنا 3 ايام غناكلو الفكارك.